فقد مرت علينا مواسم عظيمة من مواسم الطاعات ومواسم الخيرات، وإن من نعمة الله تبارك وتعالى على العباد أن يبلغهم هذه المواسم فيعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتقربوا إلى الله جل وعلا ويتنافسوا في طاعة الله، ويري المؤمن خيرًا في الاجتهاد وفي العبادات وفي الإكثار من النوافل، مستثمرًا هذه المواسم متقربًا إلى الله تبارك وتعالى، متمثلًا ذلك الحديث القدسي الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيستغل الإنسان ويستثمر هذه المواسم، وقد مرت علينا أيام هي من خير أيام الدنيا، أشهر لها حرمتها عند الله تبارك وتعالى. مر علينا رمضان وما فيه من الأجر والفضائل، ومر علينا شوال وما فيه من الأجر والفضائل، إلى أن مرت علينا العشر من ذي الحجة وما فيها من الأجر ومن الفضائل ومن الثواب العظيم. وقد اجتهد المؤمنون في هذه الأيام في تحصيل طاعة الله تبارك وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع طاعتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف للناس الأجر والثواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى. وإن من المهم بالنسبة للمؤمن أن يخاف من ذهاب هذه الأعمال، ومن أن يبطل أجرها، ومن أن يفسد هذا الأجر الذي حصله في هذه الأيام العظيمة. يخاف المؤمن أن يذهب عنه هذا الأجر وأن تحبط هذه الأعمال الصالحة. وقد جاءت في كثير من آيات القرآن أن هناك أموراً من الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى، والتي نهانا الله سبحانه وتعالى تذهب أجر هذه الأعمال الصالحة وتبطله وتفسده، فينبغي على المؤمنين معرفتها حتى يتجنبوها، وأن يخاف المؤمن على نفسه من هذه الأمور حتى لا يذهب تعبه ونصبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة، أي في طاعة الله عاملة الأعمال الصالحة، عاملة ناصبة، ولكنها تصلى ناراً حامية. وقال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فيخاف المؤمن على نفسه ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منه. فمن محبطات الأعمال التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها الشرك بالله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أي ليفسدن وليذهبن أجره وثوابه، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن منزلة مجموعة من الأنبياء في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا
وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا أي هؤلاء الأنبياء الكرام لحبط عنهم، أي لبطل عنهم ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة ومن القربات العظيمة، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك من محبطات الأعمال الردة عن دين الله والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد جاءت هذه الآية في سياق الشبهات التي يبعثها أعداء الإسلام ضد المسلمين، ويحاولون أن يخرجوا المسلمين عن دينهم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن ما وقعتم فيه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. قال الله: ولا يزالون، أي لن ينتهي هذا العداء الذي بينكم وبين الكافرين، ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى يردوكم عن يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك من محبطات الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية، النفاق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. كذلك من محبطات الأعمال الذين يكفرون بالله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أولئك فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن محبطات الأعمال الصد عن سبيل الله والكفر بالله وقتل أولياء الله من الأنبياء وغيرهم. كذلك من محبطات الأعمال الرياء، أن يقصد الإنسان بعبادته ثناء الناس ومدح الناس وأن يثير عجب الناس. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى للذين كانوا يراءون في الدنيا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فالتمسوا عندهم أجرا. وجاء في بداية الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا كله من الأمور التي تحبط الأعمال والتي تذهب الأجور والتي تفسد الأجور. كذلك من الأمور التي تذهب الأجور وتحبط الأعمال ويجد الإنسان ما عمله من الصالحات يوم القيامة لا وزن له، أن يعظم الإنسان الناس فإذا خلا بحرمات الله وإذا خلا بمعاصي الله تبارك وتعالى وقعها وخاف الناس ولم يخف الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إني لأعلم ناسا من أمتي
يأتون بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء، أعمال صالحة وأعمال كثيرة، قال: فيجعلها الله هباء منثورا. فسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا منهم وهم لا يشعرون، قال: هم مثلكم، يصلون كما تصلون، ويأخذون من الأعمال ما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، حتى يستشعر الإنسان مراقبة الله تبارك وتعالى. وهذا المؤمن الحق في صلاته وفي أعماله الصالحة وفي معاملته مع الخلق يتقي الله تبارك وتعالى، ويعامل الخلق، يبين لهم العيوب إذا كان تاجرا عيوب السلع، ولا يغشهم. لماذا؟ لأنه يرجو ما عند الله تبارك وتعالى، ولأنه يخاف الله جل وعلا. قال الله عز وجل في ذم المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولذلك لا تكن صفة المؤمن كصفة هؤلاء المجرمين. فعلى المؤمن أن يتعلم هذه الأعمال حتى يجتنبها، وحتى لا يضيع أعماله الصالحة التي يرجو من الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة بسببها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا من الأمور التي تحبط الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة، أن يكره الإنسان ما أنزل الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولذلك إذا شق على الإنسان أمر من الأمور فليوطن نفسه وليحمل نفسه أن الله تبارك وتعالى لا يريد به العذاب، ولا يريد به الحرج، ولا يريد به المشقة، ولكن يريد الله أن يطهره وأن يعلي درجته وأن يرفعه. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يكره الإنسان ما أنزل الله، ولو كان هذا مما يشق على الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بذلك سيئاته ويعوضه خيرا مما وقع فيه من المشقة، جنة عرضها السماوات والأرض. ومن ذلك أيضا أن يتخذ الإنسان طريقا في العبادة وفي التقرب إلى الله تبارك وتعالى غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أيضا في سورة محمد: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فالذي يتخذ طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته أو في عقيدته أو في أي أمر من أمور دينه فإن هذا الإنسان حابط العمل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك على المؤمن أن يتحرى
متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في قبول الأعمال. قال الله عز وجل في خواتيم سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله قال: لا يقبل الله عملا إلا ما كان خالصا صوابا. قالوا: وكيف يكون صوابا؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمقبول، وإذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لله تبارك وتعالى فإنه غير مقبول، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل حتى يجتمع فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.